عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام عليه السلام، والذي قام لأجل ميلاده قداس إلهي في الكنيسة المريمية بدمشق بحضور عدد من الكهنة والمحتفلين بهذه المناسبة. نحن مثل ما بنعرف ومثل ما بيعرفوا كل العالم بالميلاد منلون حالنا باللون الأحمر، بس ما حدا بيعرف ليش منلون حالنا باللون الأحمر. نحن بسوريا بعد كذا سنة من سنوات الأزمة عرفنا ليش بيلونوا حالهم باللون الأحمر، لأنه لما يضحي الإنسان بدمه بيقدم أغلى ما عنده لحتى يحصل على أغلى شيء موجود عنده أو يحافظ عليه. فنحن اللي سبقونا اليوم بنترحم عليهم جميعا شهداء الوطن. عيد الميلاد شهادة جديدة أنه نحن مكفين المسيرة، نحن موجودين بهالبلد، وإن شاء الله بتضل هالبلد أحلى بلد بالعالم. الله يقويكم وكل عام وانتم بخير. أمنيتنا بهذا العيد الفضيل أن عم السلام دعم المحبة، نرحم نفوس جميع شهدائنا الأبرار وجميع الراقدين، كما ندعي بالنصر والافتخار لكل جنود الجيش العربي السوري البواسي اللي كافحوا وجاهدوا وعم يناضلوا ويناضلوا، وفي انتصار كتير كبير. فعيدنا عيدين، هو عيد الميلاد المجيد وعيد انتصار حلب. إن شاء الله عبال كل شبر بسوريا. أولا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. أتمنى بولادة سيدنا يسوع المسيح اليوم نعيد له أنه يعم السلام على سوريا. المصلون تمنوا أن يعم الأمن والأمان أرجاء الوطن، وأن يكون ميلاد السيد المسيح ميلاد المحبة من جديد. نتمنى بلدنا تكون بخير وبسلامة مثل ما إجا ميلاد السيد المسيح، ميلاد سوريا جديدة، سوريا بقائدها بشار الأسد، ونكون كنا فرحانين ويعم السلام على العالم كله مو بس بوطننا. بتمنى يعم السلام على بلدنا الحبيب سوريا وترجع سوريا مثل ما كانت، وبتمنى أنه الله يحمينا البلد وجيشنا وقائدنا. جايين نصلي له، جايين ندعي له، رح يخلق ورح يعمل البلد، رح يرجع البلد مثل ما كانت. كل عام انتم بخير. اتمنى الخير للكل، وكل عام انتم بخير ولكل العالم. هذا الميلاد ميلاد المسيح هو اعظم ميلاد من 5 سنين بمر على سوريا، والفضل هو لمخلصي سوريا الجيش العربي السوري. نحن هلا هالسنه معيدين كأني من قبل، فرحتنا بانتصار حلب كثير كبيره، وكل عام وانتم بخير. بهالعيد الكريم بنتمنى انه سوريا باذن الله راجعه مثل ما كانت قبل، وكلنا تفاؤل بانه مع ميلاد السيد المسيح كمان ميلاد سوريا من جديد. ميلاد السيد المسيح ان شاء الله بيحمل السلام لبلدنا، وان شاء الله بترجع تدق راس العيد بكل البلد مثل ما دقت بحلب. ان شاء الله المسره والسلام لبلدنا ولكل الناس يا رب. انا بقول له للمسيح حطيت راسي على فراشي، 7 صلبان فوق راسي، 7 على يميني، 7 على شمالي، مد المسيح يمينه، أرى كتبه وأنا جيله، زعزعت الجبال، طلعوا 3 رهبان بولس وبطرس وماري حنا المعمدان. إجا المسيح قال لأمه يا أمي نايمة ولا قاعدة؟ قالت له بين نايمة بين قاعدة. قالت له حلمت عذبوك اليهود، مرمروك وتوب الشوك لبسوك. قالت له مديتي إيدك على صخرة خضرة نبتتلك هي خضرة، شو مديتي إيدك على الصخرة نبتتلك حشيشة خضرة. قالت له يا رب لا تموتنا، لا حريق ولا غريق ولا مجرجرين بالطريق، موت هنية وإربانة طرية وليلة الأحد من عشية. المسيح الحب جاء من عليات السماء، فأتى الفرح إلينا بالأمان والرجاء، والملائكة بشرتنا بالنشيد والغناء. وعلى الأرض سلام يبقى ليس له انتهاء، ولكل الناس فرح وسرور وهناء.